في المشروع ديال 5000 هكتار ما فيش غير غرس، ما فيش غير فيه تكوينات كما قلنا قبيل. حنا هاد التكوينات ما بغيناش يجيو من الفوق، بغينا ان شاء الله نتشاركوا معاهم. وقفنا على مجموعه ديال الفروقات واللي ان شاء الله التقرير، ودابا السيد المدير كنلتمسوا منكم الوقوف الى جانبنا الى جانب ذاك الزيتون من اجل اصلاح العراقيل اللي كتسمعوا تما في ذاك المحيطات. وبالمناسبه كنعاود نذكر المجتمع المدني والجمعيات بالاساس، حنا ما الجمعيه ما كتخدمش على الزيتون على 24 شهر كما قال السيد المدير، كنخدموش حنا 24 شهر، كنخدموا حنا على الاستدامه، ماشي غير المقاول يخرج حتى الجمعيه كتخرج. عندنا الحمد لله استفدنا تما في الترايبه وفي بنفسح 5000 هكتار اللي كنعاود نشكر فيها السي جلالي رئيس الحامله للمشروع، هو السبب رغم تهرب مجموعه من الجمعيات، وتا شي واحد ما قدر يتحمل هذه الامانه وتحملها السي جلالي ومشكورين عليها، واللي الحمد لله عطات واحد النتيجه رغم مجموعه من الاكراهات اللي بدات كتعرقل المشروع، منها اغلبيه الارض الجبليه والاراضي الوعره، تجزيء المفرط ولا الملكيه الصغيره كتجبر الارض مزرعه، المشكل ديال الماء، مجموعه من المشاكل. والمشكل ملي كتدخل المقاوله اغلبيه المقاولات ما كيلتزموش بدفتر التحملات، وهنا كنأكد هناك تواطؤ من بعض الجمعيات، ما يمكنش الجمعيه كتشوف معك كدير معك كتشوف المشروع والزيتون ما فيه ما يتشاف، وكيخرج رئيس الجمعيه ولا شي واحد كينوب عليه كيقول لك ولا الزيتون راه مزيان حقا هذا وقع هذا. كاين القانون في البلاد، انا ما نسمعش بهذه الكلمه هذه. يقول لك انا كيستفزني، وكنا في اجتماع وحضر مقاول قال لك السيده قاعد في التليفون خصني نسرد له الفلوس. سير للمحكمه، كاين الجدارميه، كاين النيابه العامه، الجمعيه استفزاتك سير اسيدي للفلوس. طلبك الفلوس سير اسيدي للمحكمه. كاين عندك واحد دفتر التحملات، إذا طبقت لك دفتر التحملات ابتداء من الحفره عندك واحد دفتر التحملات، وهنا كنطلبوا من السيد المدير تكون واحد المرونه السيد المدير في اطار دفتر التحملات. هذه الجمعيه بغينا نعرف تعرف راسها فين غاديره، اغلبيه الجمعيات كيعرف غير النهار كيمشي سنين مع المقاول في لا ريسيبسيون ويرجع. غياب الغرفه الفلاحيه، الغرفه الفلاحيه كما كتعرفوا الدور ديالها هو التأطير، هو توصل داك المشاكل ديال الفلاحه للاداره الوصيه. كاين المشكل ديال الاقصاء، كاين شي ناس واصلين في واحد المراكز ما بغاوش يتحيلوا منها. نعطيو على سبيل المثال الفيدرالية المهنية للمنتج لانتاج الزيتون، حنا في التريبه مقصيين، واخا حنا اللي مالين المشروع 5000 هكتار حنا تقصينا. كاين المشكل ديال مجموعه ذات النفع البرانيس، الاقتصادي ديال البرانيس راه عند تكونات. حنا السيد المدير ما تعيطولناش، عندنا 5000 هكتار الزيتون راه في وضعيه مزيانه اللي شفنا بعض المباني، ما كنقولش كلشي نسبه 100%. كاين بني فتح عندهم الزيتون 100 عندهم كاين السم ديال كاين هاد المسائل حنا وقفنا عليها، وحنا خرجنا مؤخرا السيد المدير وقفنا على مجموعه من المشاكل اللي كنقولوها بصراحه. والاغلبيه ديال رؤساء الجمعيات حنا كما قال السي منصف حنا ما درناش غير باش نسنيو، وما كنعرفوش علاش كنسنيو. والمشكله سي عمر بالنسبه حنا الجمعيات خصنا دورات تكوينيه باش نستافدوا اكثر باش نزيدوا، لان عندنا القدام، عندنا التسويق، عندنا كذا، عندنا لان مشروع كبير هذا تبارك الله. هذه هي الطريقه كنطلبوا من الاداره، يعني دعاو لنا حل كيفاش باش نديروا على اساس باش نوصل هذا الزيتون هذا الحراسه باش نوصلوا. والتكوين ضروري لان احنا ما نكونوش معاك. والخيار التأطير في الناس اللي الساكنه خاصهم يقتنعوا بهذه المشاريع هذه. كاين ديما ما مقتنعش بهذا الشيء، وخا تقول له اشنو ماشي من باع اللي تكون نحاس وكذا يقول لك اشنو ما كاينش هذا الشيء، يعني ما يقتنعش بالغرض ديالك. وكاين بالنسبه لهذه المشاريع اللي اتبدا بحال هكا بدايه المشاريع اتبدا، ولكن في النهايه بحال هكا يكون داك الفونكارني ممكن ما يتعاملش بالنسبه للمقاول يمشي في حالات بحال هكا يبقى يضيعها.
خاصو يتسقى بحال دابا بالنسبه للمشروع ديالنا حنا دابا راه في طور ولكن ماشي خرج دابا المقاول غير خرج دابا يعني كيفاش الزيتون هذا الله عاد ترسل دابا وكيفاش المصير ديالك باش يكون من بعد يعني خاص يعني تعاون التكوين. حنا درنا عقده معاه اللي نسميها لها 5000 طاره، كاينه عقده ديال التكوين، كاين التكوين كاين غادي يكون، وكل واحد حنا نطلبوا من السيد المدير المحترم والسي محمد كل دوار يخرج ليه واحد تكني. القانون كاين الميثاق الجماعي ديال الجمعيات، ها شنو ديال الجمعيه، هاد الحدود ديالها فاش خاصها تدخلها فاش، كاين القانون القانون. إذن هذا يوم التواصل لفائدة المستفيدين من مشروع غراسة أشجار الزيتون، في إطار البرنامج ديال مخطط المغرب الأخضر، هو البرنامج اللي كسبت منه العمالة ديال تازا، من بين البرامج اللي كسبت منهم من العمالة ديال تازا. كاين برنامج تنمية الأقالية، تنمية المناطق الجبلية، مشروع تحت الألفية، وهذا برنامج اللي داخل ممول من طرف المديرية الجهوية اللي تازل حسيمة زولانت، اللي كيهدف غراسة 5000 هكتار، 5000 هكتار لفائدة جماعتين بنفتح والطريبة. الحرارة هنا وهي رحنا واصلين في الشطر الرابع اللي كيهدف، هاد البرنامج كيهدف غراسة 1000 هكتار كل عام. رحنا واصلين الشطر الرابع اللي احنا تعدينا 4000 هكتار، تقريبا 4200 هكتار، كتبقى لنا واحد 1000 هكتار ان شاء الله غادي نغرسوها العام المقبل. إذن هاد البرنامج هو اللي كيهدف اولا من الغراسة ديالو حتى التثمين والتسويق ديال المنتوج ديال الزيتون اللي غادي يستبدلو. الهدف ديالو هو رفع مستوى الدخل ديال المنطقة والمحافظة على البيئة إلى غير ذلك من الأهداف اللي مسطرة من هذا البرنامج.